شكرا يستمر جزيلا. هذا الدفق المباشر والحي برفقتكم مشاهدينا، نواصل في صباح الشروق نوافذ أخرى، وهذه نافذة على أرزاق. شغالين في سوق الأجر هنا في سوق الطواحين. في الحقيقة سوق الطواحين اللي احنا بدينا من أنا حاجة ورثته يعني من جدودنا، كان من بدري في الطواحين من 80 تقريبا. هذا أنا أعمامنا، نحن بنجي معاهم يعني من فترة الإجازات نشتغل معاهم، وحاليا ماسك لي طاحون هنا بتاع عمامي. هم نطحن الحبوب عامة، قمح، ذرة، ذرة بأنواعها، فتريدة، عكر، طابت، دخن، قمح، شعير، دائما نطحن. ممكن تلقاني جاهزات، دايرين جاهزات نطحن لك. انت جايبين معاك انك في البيت انك قمح وداير تطحن ونطحن لك. ما عندك جاي سوق، ما عندك انا بشيل القريش بس، داير حاجة جاهزة، تلقى جاهز، داير تختارها بحاجتك، الدايرة عيش، ذرة، تطلبها من شيرة نطحنها لك. يعني بالذات بنفتح هو دوامنا يكون من 6 صباحا، يعني غالبا كده نهايه اليوم بنقفل المغرب، ثاني حسب الشغل. لو في عندك شغل، عندك شغل طلبيه زايده ممكن تشتغل ليه بعد العشاء. ايام المواسم يكون الشغل كثير حبه، في ناس بتشتغل سهرات، في ناس بتشتغل الصباحيه، في ناس دوام عادي يكون شغاله، في ناس بتشتغل المساء مثلا، يعني عشان النهار ما يكون عندك ضغط كده بتاع شغل، بتشتغل من بعد المغرب ليه حتى ما تنتهي شغلك بالليل. دي أيام المواسم، في رمضان معظم الشغل بيكون بين المساء، الناس صايمة الصباحية، تشتغل تكون جاهز جهاز طلبيتك، حياتك الدقيقة اللي بتكمل في نفس اليوم بتجهزه. بالليل برضه بتقوم يعني بعد الشراب، الناس الشراب بتشتغل ليه 9 10 مساء في رمضان. المهم جهز طلبياتك، لأن الشغل بيكون غالبا بين المساء، معظم الشغل بين المساء. الأيام العادية يكون شغل عادي، هو أيام المواسم. الأيام دي السوق كده فيه حبة نايم شديد، لكن غالبا المواسم بتكون هو أيام الأعياد، أيام رمضان، مع رمضان ومع الأعياد كده. We'll be right back.